هنبدأ في محاضرة الأسبوع العاشر من مادة Power Electronics and Supplies لقسم اتصالات. هنتناول الشابتر الخامس، موضوع ما يسمى بـ الانفرترز. بنتكلم عن الانفرترز، هي أداة لتحويل الـ DC current أو الـ DC supply إلى AC supply. إيه المقصود بالـ DC؟ DC اللي هو Direct current، اللي هو مقصود الكهرباء اللي بيكون ليها جهد وتيار في اتجاه واحد، والاي سي هي الكهرباء بيكون ليها جهد وتيار متغير في الاتجاه بتاعه. فبيكون مهمة الانفرتر او ما يسمى بالدي سي تو اي سي كونفرتر هو تحويل الدي سي الى اي سي. الاي سي اللي خارج ممكن نتحكم في المقدار بتاعه، الماجنتيود بتاعه، ونتحكم كمان في نفس الوقت في الفريكونسي بتاعته. بيكون عادة استخدام الدي سي بيطلع symmetric output AC voltage، ده معناه ان بيكون الخارج على شكل sine wave او على شكل square wave، يعني بيكون في نسبة من السيمترية او التماسك. ال variable output voltage اللي بتخرج من الانفرتر عشان نحققها نستخدم طرق بنسميها طرق ال voltage control او طرق تحكم في الانفرتر. طرق التحكم في الانفرتر دي هي اللي تخليني اعرف اتحكم في الاوتبوت بتاعي. اشهر هذه الطرق ما يسمى بالبولس ويت سيميوليشن او البي دبليو ام. الطرق دي هنتكلم على احد الطرق منها في اخر محاضره النهارده باذن الله. عشان يبان اهميه الانفرتر هنلاقي ان هو ليه تطبيقات واسعه جدا في الصناعه، سواء في مجالات الفاريبل سبيد درايفز او الرينيوبل انرجي او الانتقالات، او في اخر جزء اللي هو الان انترابتبل باور سبلايز، وده هيبان اهميته بالنسبه للقسم. الانفرترز بشكل عام ممكن نقول انها بتنقسم الى نوعين، سنجل فيز انفرترز او اللي بتتعامل مع فيز واحد فقط، وثري فيز انفرترز اللي بتتعامل مع ثري فيز. كل نوع ممكن يستخدم سويتشز مختلفه عن طريق الباور الكترونيك ديفايسز تكون مهمتها عمل تيرنينج اون وتيرنينج اوف للديفايسز. امثله هذه السويتشز اللي هنتكلم عليها زي البي جي تي، البايبولر جانكشن ترانزستور، وزي الموسفيت، وزي الاي جي بي تي كترانزستور. كل الانفرترز دي زي ما قلنا ممكن تستخدم طرق البي دبليو ام عشان تتحكم في شكل الاوتبوت. في الاخر لازم نبقى عارفين ان اي انفرتر ممكن نسميه فولتج فيد انفرتر او في اف اي لو الجهد بتاع الانبوت بتاعه ثابت، اما لو كان كارنت بتاع الانبوت ثابت فبيسمى كارنت فيد انفرتر او سي اف اي، او لو كان في عندنا فاريبل دي سي رينج ده بيكون معناه ان الانبوت فولتج بتكون متغيره فبالتالي اقدر اتحكم فيها. هنبتدي نتكلم على انواع الانفرترز. فنقول عندنا اول نوع اللي هو السنجل فيز انفرتر بينقسم الى نوعين، الهاف ويف انفرتر والبريدج انفرتر. لو لاحظنا ان هو مقسوم لنفس النوعين اللي كنا قابلناهم قبل كده في ريكتفاير، اللي هو الهاف ويف ريكتفاير والبريدج ريكتفاير، مع الملاحظه طبعا ان الريكتفاير كانت مهمته عكس مهمه الانفرتر. فالريكتفاير كان بيجيله كهرباء دي سي اي سي ويحولها الى دي سي، يعني بيجيله كهرباء متغيرة ومهمته ان هو يطلعها كهرباء ثابتة، يعني يوحد اتجاه الاوتبوت. بينما الانفرتر العكس، هو جايله دي سي وعايز يطلع منه اي سي، يعني هو مطلوب منه انه يقسم الانبوت اللي داخل ويخرجه في اتجاهين معاكسين لبعض، جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف. طيب ازاي الكلام ده هيتحقق؟ هنبص اول دايرة صدنا اللي هي الدايرة اللي موجودة على اليمين، دايرة الهاف ويف انفرتر. الدايرة دي مكونة من على الشمال عندنا جهد الانبوت اللي هو ال V supply VS، ده الانبوت بتاعنا. عندنا الجهد ال V supply ده واصل باتنين كاباستورز C1 و C2، الاتنين متساويين فبالتالي كل واحد بيشيل جهد VS على اتنين. دول اللي هنتعامل معاهم بعد كده لأنهم مصدر الانبوت بتاعنا. عندنا الاوتبوت بتاعنا اللي هو الريزيستنس، والريزيستنس دي في الحاله دي احنا شغالين على ريزيستيف لود. عندنا السويتشز بتاعتنا عباره عن اتنين ترانزستورز Q1 وQ2. ملاحظ طبعا وجود اتنين دايدز، الاتنين دايدز دول كان بتقوم مهمتهم اثناء وجود الاندكتيف لود، ما
بما ان احنا شغل الدايره بتاعتنا هيكون على ريزيستيف لود، فنقدر نقول ان وجودهم هيكون غير مؤثر لينا في الشر. عشان نفهم ازاي الترانزستور بيشتغل هندرس في حالات التشغيل لما Q1 كان on و Q2 كان off مقفول، والحالة التانية لما Q1 كان off ولما Q2 on. في الحالة الأولى اللي قصدنا لما Q1 on، ده معناه ان هو هيبقى بيوصل زي ما احنا شايفين، فيبقى كأنه عبارة عن سلك موصل. في نفس الوقت Q2 كان off يعني كأنه open circuit، ده معناه ان الدايرة اللي تحت اللي هي مكونة من VS على 2 مرورا بترانزستور مش هتبقى شغالة. ليه؟ لان الترانزستور open circuit، اتفقنا الدايد ملوش تأثير معانا دلوقتي. يبقى كده لو بصينا على الدايرة اللي فوق هي اللي هتمشي منها الكهرباء، فنلاقي جزء الكهرباء اللي واصل بالكاباستور C1 اللي هيبتدي يتصرف على انه كأنه بطارية، هيخرج منه السورس زي ما احنا شايفين كهرباء خارجة بالسهم باللون الاخضر، هتمشي لحد ما تخش في الترانزستور، هتلف من الترانزستور وترجع عن طريق الريزيستنس الى C1. يبقى كده الريزيستنس شافت الجهد اللي على C1 اللي هو VS على 2، وكان طرف الموجب فيها على اليمين وطرف السالب على الشمال زي ما مشي التيار من اليمين الى الشمال. يبقى لو بصينا على الويف فورمز اللي تحت، احنا عندنا اول موجة من فوق دي موجة الاوتبوت بتاعنا، بعد كده عندنا موجة التيار I1 اللي هو اثناء فترة الاون، وموجة التيار I2 اللي هو اثناء فترة الاوف. هنبتدي نوضح الويف فورم دي دلوقتي بالتسلسل. فاحنا دلوقتي في اول فترة زمنية الهاف سايكل الاولى اللي متعلم عليها باللون الاخضر. في الفترة دي اتفقنا ظهر على الاوتبوت جهد VS على 2، وانا فارض ان الموجب على الطرف اليمين والسالب على الطرف الشمال هو ده الموجب بتاعي، فيبقى كده الجهد بتاعي على الاوتبوت هو بيساوي VS على 2 في اتجاه الموجب. في نفس الوقت التيار اللي مشي بتاعنا هنسميه I1 اللي هو ماشي في الدايرة من فوق، وده كان بيساوي ال VS على 2 مقسومة على الريزيستنس، فيبقى قيمته VS على 2 R. في نفس الوقت ما كانش عندي تيار ماشي في الدايرة في الجزء اللي تحت اللي هو الجزء اللي معمول عليه بالأصفر تحت، فبالتالي كأن I2 في الفترة دي قيمتها بزيرو. فI1 اللي كان ماشي بالأخضر فوق وقيمته دلوقتي كانت VS على 2R، وI2 اللي ماشي اللي ما كانش موجود بالأصفر تحت وقيمته بزيرو. طيب الكلام ده بيستمر لفترة تساوي الزمن الدوري على 2 اللي هو T نود على 2. هنبتدي نشوف الحالة التانية لما نبدل الاتنين ترانزستورز. في الحالة التانية لما بدلنا الاتنين ترانزستور زي ما واضح في الكتاب عندنا على الشمال، Q2 هيبقى هو اللي on و Q1 off. فلو بصينا على الرسمة Q2 on هيبقى موصل و Q1 off هيبقى open circuit، فده معناه ان الدايرة الجزء اللي فوق هيبقى كأنه مش شغال لان السويتش بتاعه مفتوح. طيب يبقى ده معناه ان الجزء الدايره اللي هيبقى شغال معايا اللي هو من تحت، فيبتدي كاباستور C2 يتصرف على انه البطاريه بتاعتي او السورس بتاعي. هتخرج الكهرباء من C2 تمشي في الريزيستنس، كهرباء C2 اللي هتمشي في الريزيستنس هتكمل مرورا بالترانزستور وتلف وترجع تاني الى الكاباستور. كده الريزيستنس في الحاله دي شافت جهد اللي على C2 اللي هو VS على 2، بس بولاريتي بتاعت الجهد هنا كان الطرف الموجب على الشمال والطرف السالب على اليمين، ده معناه ان الجهد دلوقتي اتجاهه انعكس، لان المره اللي فاتت لما Q1 كان هو اللي اون كان الطرف الموجب على اليمين والطرف السالب على الشمال، لكن دلوقتي الموجب بقى هو اللي على الشمال، يبقى كان اتجاه الجهد اتعكس بدل ما كان هو موجب بقى سالب. فلو بصينا على الويف فورمز تحت تاني، بالنسبة لجهد الاوتبوت احنا في الفترة التانية اللي هي الهاف سايكل التانية، بما ان اتجاه الجهد اتعكس يعني كأنه بقى بالسالب وقيمته زي ما هو VS على 2، فكأن قيمة الجهد اللي خارج دلوقتي سالب VS على 2. طيب بما ان ما عنديش تيار فوق بيمشي، يبقى كأن I1 قيمته بصفر زي ما واضح في الويف فورم بتاعت الاي، وما ان I2 هو اللي ماشي تحت وقيمته بتساوي VS على 2R. طيب كده من الويف فورم دي واضح ان انا اتكون عندي
جزئين من الجهد، الجهد الأول موجب والجهد التاني سالب. بعد كده بتتكرر العملية دي بالتبادل ما بين سويتش Q1 وQ2. بيراعى طبعا ان سويتش Q1 وQ2 ما يوصلوش في نفس الوقت مع بعض ابدا. من هنا واضح ان بقى عندنا قدرة ان احنا نطلع شكل AC اللي هو متغير جزء موجب وجزء سالب من DC. هنبتدي ندرس البارامترز بتاعة الهاف ويف انفرتر. اول جزء اللي هو حساب ال RMS فولتج بتاعته او قيمة المؤثرة للجهد الاوتبوت بتاعه. طيب القيمة المؤثرة اتفقنا اللي هو اختصار روت مين سكوير، كانت تعرفها انها بتساوي جذر التربيعي لواحد على تي في تكامل الفانكشن اللي انا عايز ادرسها تربيع. يعني الجذر التربيعي اللي احنا شايفينه في المعادلة ده كده الجذر التربيعي، واحد على تي تكامل من زيرو لتي ده اللي هو المتوسط، ان انا باخد المتوسط بتاع الدالة تربيع اللي هي في سكوير تربيع. طيب الدالة بتاعتنا الفانكشن بتاعتنا اللي هي الجهد بتاعنا اللي هو كان مقسوم نصين، نص بيساوي في اس على 2 في الفترة الأولى ونص بيساوي سالب في اس على 2 في الفترة الثانية. طيب ده معناه ان بدل ما اطبق المعادلة كلها من 0 ل تي ممكن اطبقها على 0 ل تي الاثنين على اساس انها مكررة في الناحيتين مع اختلاف الاشارة، واختلاف الاشارة ده بما ان انا باخد الدالة تربيع يبقى الاشارة دي هتتلغي لان انا باخد لها سكوير. فلما اعيد تطبيق القانون هلاقي ان هو الجذر التربيعي بدل ما احط الزمن تي احط زمن تي على 2، فالرقم 2 اللي هو تحت هيطلع فوق، يعني الاثنين اللي جت من فوق دي لان انا بطبق على نص الزمن، فلو بدل ما احط الزمن كامل تي تحت حطيت تحت تي على 2 فالعلى 2 اللي تحت طلعت فوق، اللي في المقام طلعت فوق. وبعد كده باخد التكامل من 0 الى تي على 2. طيب لما باجي اعوض الدالة بتاعتنا، الدالة بتاعتنا بتساوي في اس على 2 وباخدها تربيع يبقى في اس على 2 الكل تربيع. طيب كده انا جهزت القانون هبتدي اعوض فيه. طيب لما نكمل معادلة زي دي بالنسبة للزمن احنا عندنا الرقم ده ثابت فهيظهر لي variable t جنبيه، فنتيجة التكامل انه هيطلع لي في اس على تي على 2 التربيع كلها زي ما هي هتبقى مضروبة في تي في حدود التكامل من 0 الى تي على 2. لما عوض بحدود التكامل هيتشال الرمز تي او متغير تي ويتحط تي على 2، فيبقى هنا بقى عندي تي على 2 مضروبة في اس على 2 الكل تربيع مضروبة في 2 على تي. طيب لما التربيع ده ياخد لما اضرب 2 على تي الاول في تي على 2 الاثنين هيروحوا مع بعض، فكده متبقى لي جذر تربيعي في اس على 2 الكل تربيع، كده التربيع هيروح مع الجذر فيتبقى لي في الاخر ان في اوتبوت بتساوي في اس على 2. يبقى القيمة المؤثرة للاوتبوت هنا هي هتساوي في اس على 2. طيب ده كده القيمة المؤثرة للاوتبوت. بيظهر عندنا جزئية تانية اللي هي instantaneous value للاوتبوت، القيمة اللحظية للاوتبوت. زي ما احنا شايفين ان الاوتبوت هو عبارة عن دالة متغيرة، فانسب وسيلة للتعبير عن الاوتبوت دي في صورة معادلات هو استخدام الفورير سيريز او متسلسلة فورير. فاحنا فاكرين طبعا متسلسلة فورير كانت بتقول ان اي periodic function اي function تكرارية يمكن تمثيلها من خلال المعادلة العامة دي. كانت المعادلة العامة بتقول ان عندنا جزء ثابت بيساوي A نود على 2 زائد جزء متغير مضروب بدلالة الكوزاين وجزء متغير مضروب بدلالة الساين. واضح من عندنا ان الجزء المتغير اللي بدلالة الكوزاين بيكون مرتبط بثابت اسمه AN، والجزء المتغير بدلالة الساين بيكون مرتبط بمتسلسل ثابت اللي هو BN. طيب بما ان عندنا الدالة دي متماثلة حوالين محور الاكس فده معناه ان الA نود والAN هيطلعوا بصفر. اما بالنسبة للمتسلسل BN فده لما هنعوض هنحسب من المعادلات انه هيساوي 1 على باي تكامل من سالب باي على 2 لصفر سالب في اس على 2 ساين اوميجا تي اللي هو الجزء السالب زائد نفس التكامل بس في اس على 2 ساين اوميجا تي اللي هو الجزء الموجب.
استنتاج معادلة الفورير مش عليك، لكن هو مجرد إيضاح إن القانون ده جه منين عشان تبقى فاهم التسلسل اللي احنا وصلنا بيه للنقطة دي. من هنا في الآخر بنستنتج إن الثابت اللي قبل الساين اللي هو الـ Bn هيساوي Vs في 2 على n باي. طيب لما نيجي نعوض في ده شكل المعادلة، يعني بنقول المعادلة اللحظية اللي هتطلع لي من الخارج يمكن التعبير عنها بالمعادلة الآتية. نقول إن جهد الأوتبوت هيساوي 2 Vs على n باي، ده القيمة الماكسيم للخارج في ساين n أوميجا تي. طيب ملاحظ هنا إن الـ n لازم تكون أرقام فردية، ده لأن في حالة الأرقام الزوجية الجهد بتاع الأوتبوت هيطلع بصفر. طبعا الأرقام الزوجية بتطلع متسلسلات اللي هو بتساوي 2 باي أو باي أو 0، ونحن عارفين إن ساين 0 أو ساين 180 أو 360 كلها بتساوي 0، فبالتالي هيبقى في اللحظة دي الأوتبوت بزيرو. زي ما اتفقنا برضو ان كل الاستنتاج ده انا ما يهمنيش غير المعادلة الاخيرة اللي هنوصلها دلوقتي. واضح من المعادلة اللي فاتت ان مقدار الماكسيمم بتاعنا اقصى قيمة ممكن تحققها الفانكشن هو 2 في اس على ان باي، ده لما يكون ساين الاوميجا تي بواحد، يبقى دي القيمة الماكسيمم. طيب احنا كنا فاكرين من شابتر 1 لو انا عندي القيمة الماكسيمم لو قسمتها على جذر 2 كان بيطلع لي الار ام اس. كنا عارفين المعلومة دي من خلال لما كنا بنقول بنجيب الدايت فولتج ريتنج، كنا بنقول الجهد الماكسيمم هو جذر 2 في Vs، Vs دي كانت الـ RMS value، فكنا عارفين إن القيمة الماكسيمم تساوي جذر 2 في قيمة الـ RMS. يبقى لو أنا عايز أجيب قيمة الـ RMS هقول هو القيمة الماكسيمم على جذر 2، يبقى لو خدت الـ 2 Vs على n باي وقسمتها على جذر 2 يطلع لي الـ RMS. طيب احنا هندرس حالة معينة من الحالات دي اللي هو بنسميها حالة الفاندامنتال. يعني ايه الفاندامنتال؟ لما كانت ال N اللي انا حاططها هنا دي بواحد. يعني ايه ال N بواحد؟ احنا خلي بالنا المعادلة اللي خارجة بتقول ان انا عندي اكتر من موجة. يعني ايه اكتر من موجة؟ يعني الظاهر عندي ال N ممكن تبقى بواحد بتلاتة باربعة بناسب بخمسة. طيب ازاي وانا مفروض عندي ساين ويف واحدة؟ في الحقيقة هو اللي بيخرج ما بيبقاش ساين ويف واحدة، ده بتبقى ساين ويف أساسية اللي هي بنسميها الفاندامنتال اللي عندها الـ n بواحد، ومجموعة ساين ويفز صغيرة عند ترددات أعلى بنسميهم الهارمونيكس أو المتتابعيات. طيب الهارمونيكس دي هي مش مقصود إنها تطلع، لكن هي هتطلع غصب عني زي ما هو واضح من المعادلة. طيب أنا اللي يهمني الأساسي بالنسبة لي اللي هو الفاندامنتال، إن هي دي الفاندامنتال فريكونسي الأساسية بتاعتي. فالفاندامنتال فريكونسي زي ما احنا شايفين هنعوض ال N بواحد في المعادلة بتاعت ال V output يطلع لي الجهد بتاع الفاندامنتال. يبقى النتيجة اللي عندي في الفاندامنتال الماكسيمم بتاعه هيساوي 2 Vs على 1 باي أو 2 Vs على باي، ده الماكسيمم بتاعه، ويبقى الروت مين سكوير بتاعه 2 Vs على جذر 2 باي، ان انا خدت الرقم الماكسيمم قسمته على جذر 2 او 0.45 في اس. يبقى كده انا عرفت معلومتين مهمين جدا بالنسبه للانفرتر، اللي هو ازاي اعرف قيمه الار ام اس فاليو بتاعت الاوتبوت بشكل عام، وهنا مقصود الاوتبوت بالار ام اس فاليو بتاعته هو مجموع الموجات كلها مع بعض الار ام اس بتاعتها بكام، ده اللي قلنا الـ V output بتساوي Vs على 2. أما لو أنا مسكت الـ output ده ودرسته بالتدقيق هلاقي إن الخارج عندي مش بس ساين ويف أساسية، ده معاها مجموعة من الهارمونيكس، ولو أنا حبيت أشوف الساين ويف الأساسية بتاعتي بكام اللي هي الفاندامنتال بعوض في المعادلة اللي قصادنا بإن تساوي 1، ويبقى الـ RMS بتاعها بيساوي 2 Vs على جذر 2 باي أو 0.45 Vs. هنبتدي ناخد مثال عشان يوضح القوانين اللي اتكلمنا عليهم. بيقول عندنا single phase half bridge inverter عنده resistive load مكون من مقاومة 2.4 أوم وليه جهد الـ DC الـ Vs 48 فولت. المطلوب نوجد الـ RMS output للفولتج
بتاعتنا عند الفاندامنتال فريكونسي، ونوجد الاوتبوت باور، ونوجد الافريج والبيك كارنتس بتاعت كل ترانزستور، والبيك ريفرس فولتج او الفي بي ار بتاعت الترانزستور. طيب احنا عارفين ان الفاندامنتال فريكونسي تساوي 0.45 في ال في اس اللي هي 48، فهتساوي 21.6. طيب لو انا جيت اتكلم على الاوتبوت باور، هقول عشان اجيب الاوتبوت باور هجيب الاول الفي اوتبوت الاساسيه. طيب الفي اوتبوت الاساسيه كانت بتساوي في اس على 2، لما اقسم الفي اس على 2 يطلع لي 24 فولت. طيب كده انا طلعت الفي اوتبوت، انا عايز دلوقتي اجيب الاوتبوت باور، فهقول ان الباور الاساسيه بتساوي في اوتبوت سكوير على ار اللي هي 24 تربيع على الريزيستنس 2.4 اوم، يطلع لي 240 واط. ملحوظة هنا بعد ما طلعنا الاوتبوت باور، هنلاقي في اختلاف ما بين جهد الاوتبوت. قلنا جهد الاوتبوت هنا وبيشمل الموجات كلها اللي خارجة، لان احنا خارج عندنا موجة فاندامنتال اساسية، مجموعة موجات هارمونيكس صغيرة عاملة زي النويز زي دوشة حواليها، لكن مش ظاهرة لي قوي. اللي ظاهر لي الاساسي هو الفاندامنتال. المجموع النهائي ليهم كاوتبوت يساوي 24 فولت. اما لو خدت الفاندامنتال لوحدها ودرستها هلاقيها 21.6 فولت. الفرق في الارقام ده بيبين لنا الفرق بين وجود الفاندامنتال ووجود الهارمونيكس عن المجموع الكلي للاوتبوت اللي هو 24 فولت. بعد كده بنتكلم على البيك ترانزستور كارنت اللي هو المطلوب التالت رقم سي. علشان نجيب تيار الترانزستور ده اللي هو كان I1 وI2، فI1 وI2 هما مختلفين، كل واحد بيؤثر في زمن عن التاني. لو احنا بصينا ادي كده I1 وادي كده I2، كل واحد بيؤثر في فترة زمنية معينة، لكن هما الاتنين ليهم نفس المقدار اللي هو VS على 2R. فنقدر نقول ان البيك كارنت هيساوي ال VS على 2R، يبقى 24 فولت اللي هي 48 على الاتنين على الار اللي هو 2.4، يطلع لي 10 امبير. يبقى تاني ال 24 دي جابها منين؟ دي اللي هي في اس على 2 على ار. في اس على 2 اللي هي 24، اللي هي 48 على 2 ب 24، والار اللي هي 2.4، طلع لي التيار من هنا ب 10 امبير. طيب ده من هنا جبنا الاي بتاع الترانزستور. طيب دلوقتي بيقول لي عايز كمان الافريج فاليو بتاعته، يعني ده المقدار الحقيقي ليه. بس لو بصينا هنلاقي التيار موجود في الفترة الزمنية الاولى مش موجود في الفترة الزمنية التانية، يبقى تأثيره بيكون في نص الوقت بس. فنقدر نقول ان تأثيره موجود في نص الوقت بس، يبقى المتوسط بتاعه هيساوي القيمة الماكسيمم بتاعته مضروبة في نص. يبقى القيمة الافريج بتاعت كل واحد منهم هتساوي 10 في نص اللي هي بخمسة امبير. طيب اخر حاجة بنقول ايه هي قيمة البيك ريفرس بلوكينج فولتج كل ترانزستور، يعني اقصى جهد يقدر يتحمله في فترة الريفرس. فواضح من عندنا ان الجهد اللي بيظهر على الترانزستورز اللي هو في اس على 2، يبقى ده اقصى جهد يعرف يشيله كل واحد منهم. بما ان احنا بنتكلم على ان هو هيشيل البيك الماكسيمم اللي هو الفرق ما بين في اس على 2 ناقص في اس على 2، يعني كانه 2 في في اس على 2، يعني من الاخر كانه هيشيل الفي اس اللي هي ب 48 فولت. بيتنقل للسنجل فيز بريدج انفرتر. فهنا بنتكلم على البريدج انفرتر اللي هو هيكون الفول ويف انفرتر، هنلاقيه متماثل للهاف ويف بس مع استبدال، بدل ما يبقى عندي ترانزستور واحد عندي 4 ترانزستور. طيب واللود موجود ما بين الاربعة، ازاي بيشتغل؟ هندرس نفس التسلسل زي الحالات اللي فاتت. الحالة الاولى لما كيو واحد شغال وكيو اتنين شغال معاه في نفس الوقت، كيو 3 ويكون 4 مقفولين. الحالة التانية لما بتتبدل، لما كيو 3 و 4 يشتغلوا بينما كيو 1 وكيو 2 يكونوا قافلين. تعالوا ندرس الحالة الأولى. كيو 1 شغال فهو on، وكيو 2 شغال هو on، بينما كيو 3 وكيو 4 الاتنين off.
الكهرباء هتخرج من في اس على 2 زي ما واضح بالسهم اللي باللون الاخضر، هتمشي في كيو 1 اللي هو اون وتكمل في اللود، وبعد كده تكمل في كيو 2 وترجع تاني الى ال في اس على 2. زي ما هو واضح ان هنا الكهرباء خرجت من سي 1 ورجعت الى سي 2، يبقى سي 1 وسي 2 في اللحظة دي هنا هما الاتنين شاركوا في توصيل الكهرباء. يعني كأن الكهرباء دلوقتي شايفة في اس على 2 اللي على سي 1 زائد في اس اللي على 2 اللي على سي 2، يعني شايفة الاجمالي جهد في اس. يبقى اللود في اللحظة دي شايف جهد في اس، الجهد في اس ده طرفه الموجب على الشمال والسالب على اليمين. يبقى الطرف A اللي على الشمال شايف جهد موجب، طرف B اللي على اليمين شايف جهد سالب. لو بصينا على الطرف A اللي على الشمال هنلاقيه هو واصل للكاباستور سي 1، والطرف B اللي على اليمين هنلاقيه واصل للكاباستور سي 2. فلو بطلنا نبص على الويف فورمز اللي تحت هنلاقي أول ويف فورم فوق هو الجهد A اللي هو على طرف A، تاني ويف فورم الجهد اللي على طرف B، تالت ويف فورم الجهد AB أو جهد اللود. ففي اللحظة دي لو ابتدينا نشوف جهد الـ A بكام هنلاقي أثناء فترة الأون، بما إن الـ A جهد الـ A واصل زي ما احنا شايفين بطرف الكاباستور سي 1، فبالتالي هو شايف جهد في اس على 2 بالموجب، وطرف البي هو واصل بالطرف السالب لي سي 2، فبالتالي هو شايف في اس على 2 بس بقيمة سالبة. جهد الاي بي زي ما اتفقنا هو شايف الجهدين مع بعض في اس على 2 زائد في اس على 2 اللي هو شايف جهد كامل في اس. ممكن نستنتج برضو الفي اي بي بطريقة تانية، نقول ان جهد الاي بي هو جهد الاي ناقص جهد البي. فلو بصينا جهد الاي هو في اس على 2، جهد البي هو سالب في اس على 2، فيبقى في اس على 2 ناقص سالب في اس على 2 ناقص سالب، الاتنين مع بعض هيتحولوا الموجب، يبقى النتيجة النهائية في اس على 2 زائد في اس على 2 اللي هو هيطلع لي في اس. يبقى كده اتفقنا ان هيطلع عندي جهد في اس على اللود طرف الموجب على الشمال. المرة التانية لما كيو 1 اوف كيو 2 اوف بينما كيو 3 وكيو 4 هما اللي اون، فكيو 3 وكيو 4 لما الاتنين يبقوا اون كيو 1 وكيو 2 اوف، كهرباء هتخرج من كاباستور سي 1 باللون الاخضر وتلف في كيو 3 كده هتخش اللود من الطرف اليمين، فبالتالي هيبقى الموجب على اليمين عكس المرة اللي فاتت اللي كان الموجب على الشمال. طيب بعد كده الكهرباء بتكمل في كيو 4 وترجع تاني الى سي 2. طيب زي ما هو واضح هنا ان الكهرباء عندنا غيرت البولاريتي بتاعتها، بقى طرف الموجب على اليمين والطرف السالب على الشمال. فيبقى في الحالة دي لو بصينا على الويف فورمز بتاعتنا تحت هنلاقي ان جهد الـ A في الحالة دي طرف الـ A اللي هنا بقى واصل للطرف السالب لـ C2، فبالتالي الـ A في الفترة دي اللي هي الفترة التانية بقى شايف سالب VS على 2. ولو بصينا على طرف الـ B هو واصل للطرف الموجب لـ C1، فبالتالي في اللحظة دي هو شايف موجب في اس على 2. بالنسبة لي اللود اتفقنا هو شايف الجهد الكلي في اس، بس طرف الموجب بتاعه انعكس، بدل ما كان على الشمال في المرة اللي فاتت بقى على اليمين في المرة دي، فبالتالي الجهد اللي خارج من عندنا بقى سالب في اس. يبقى كده لو لاحظنا ان فعلا البريدج انفرتر قدر يخرج موجب في اس في الهاف سايكل الاولى وسالب في اس في الهاف سايكل التاني. طيب ده معناه ان احنا لو حبينا نستنتج الار ام اس فولتج زي المرات اللي قبل كده هنعوض بالتسلسل في المعادلات كالاتي. نمرة واحد هنقول ان الفي اوتبوت من التعريف هو الجذر التربيعي لواحد على تي تكامل من زيرو لتي
في تربيع تي دوت دي تي. اتفقنا ان احنا هنطبقه في هاف سايكل، فيبقى لما اشيل التي احط بدلها تي على 2 والتين هتطلع فوق، هيبقى التكامل من 0 لتي على 2. الداله بتاعتنا دلوقتي بتاعت الخرج بقت قيمتها في اس، فهاخد الداله بتاعتي في اس تربيع. لما هكامل بالنسبه للدي تي هيظهر لي عندي المتغير تي في حدود التكامل من 0 الى تي على 2. لما اعوض بحدود التكامل هيظهر لي هنا تي على 2، تي على 2 هتروح مع ال 2 على تي، يتبقى لي في اس تربيع تحت الجذر. التربيع هيروح مع الجذر التربيعي، يتبقى لي في الاخر ان ال في اوتبوت تساوي في اس. يبقى الكلام هنا برضو منطقي، ان في حالة الهاف ويف انفرتر كان القيمة المؤثرة للار ام اس للخارج بتساوي في اس على 2، بينما في حالة البريدج هتساوي في اس. اتفقنا ان الاوتبوت اللي انا بتكلم عليه دلوقتي هو الاوتبوت الكلي النهائي، هو اللي قيمته في اس. لكن الاوتبوت الكلي ده لو درسناه بالتدقيق هنلاقي هو عبارة عن موجة فاندامنتال اساسية ملحق بيها مجموعة من الموجات الصغيرة اللي بنسميها الهارمونيكس. عشان ندرس قيمة الفاندامنتال ده اللي هندرسه في السلايد الجاي. بنقول زي ما قلنا في حالة الهاف ويف، قلنا ممكن تحليل الموجة الرئيسية باستخدام الفورير سيريز الى مجموعة من الدوال بدلالة الساين والكوزاين. بعد تحليلها اتضح ان احنا عندنا دالة واحدة ثابتة بتساوي 4 في اس على ان باي في ساين ان اوميجا تي، بالمثل بالظبط زي الهاف ويف، بس كانت هنا هيبقى القيمة مضاعفة، اللي هي بقت القيمة كانت هناك 2 في اس على ان باي، اتضربت هنا في 2 فبقت 4 في اس على ان باي. طيب لو حبينا نحسب القيمة بتاعت الفاندامنتال اللي هو الموجة الرئيسية، ده معناه ان هعوض عند الان بواحد. الهارمونيكس بيتم حسابها من خلال تعويض الان بتلاتة، يعني رقم تلاتة ده يبقى الهارمونيك التالت، رقم خمسة ده يبقى الهارمونيك الخامس وهكذا. طيب لو احنا جبنا القيمة بتاعت الفاندامنتال هيساوي 4 في اس على 1 في باي، يعني 4 في اس على باي، دي القيمة الماكسيموم بتاعت الفاندامنتال ويف اللي موجودة عندي. طيب الار ام اس بتاعتها بتساوي قيمة الماكسيموم على جذر 3، يبقى الار ام اس بتاعت الفاندامنتال ويف تساوي 4 في اس على جذر 2 باي او 0.9 في اس. بنفس المثال اللي حلناه قبل كده هنرجع نحله تاني، بس للبريدج انفرتر بدلا من الهاف ويف انفرتر. لما نيجي نحل البريدج انفرتر هنلاقي ان الجهد برضو ب 48 والار ب 2.4، فمن هنا نقدر نقول ان الاوتبوت فولتج بتاعت الفاندامنتال هتساوي 0.9 في في اس اللي هي 43.2 فولت. وقيمة الاوتبوت باور هحسب الاول الفي اوتبوت وهي بتساوي الفي اس هتساوي 48، يبقى البي اوتبوت هتساوي في اس تربيع على ار هتطلع 960 واط. بالنسبة للتيار بتاع الترانزستور زي ما افتكرنا قبل كده، كان تيار الترانزستور في حالة الهاف ويف كان في اس على 2 مقسوم على الريزيستنس. طيب هنا مش هيبقى في اس على 2، هيبقى في اس مقسوم على الريزيستنس، يبقى التيار الماكسيمم بتاع الترانزستور هيساوي في اس على ار هيطلع ب 20 امبير. طيب لما نيجي نحسب الافريج، بما ان التيار ده بيستمر لنص السايكل فقط، فيبقى هاخد القيمة دي العشرين اضربها في نص يطلع لي المتوسط بتاع التيار بعشرة امبير. البيك ريفيرس فولتج هيساوي هنا ال في اس كاملة اللي هي 48 فولت. كده احنا فهمنا تطبيقات الانفرترز الاتنين سواء هاف ويف او فول ويف او بريدج انفرتر. طيب نبتدي نتكلم ازاي نتحكم في الخارج بتاع الانفرتر. واضح ان انا عشان اتحكم في خارج الانفرتر لازم اتحكم في السويتشز بتاعتي او في الترانزستورز بتاعتي اللي هم الكيو 1 والكيو 2 كيو 3 كيو 4. عشان اتحكم في الترانزستورز بتحكم في الوقت اللي بدخل البالس على الجيت بتاعتهم او البيس بتاعتهم على حسب نوع الترانزستور. طيب ده معناه ان انا
وقت تدخيل البالس والفترة الزمنية اللي هتخش فيها هتؤثر في قيمة الاوتبوت. يبقى هنبتدي نتكلم ازاي نعمل كنترول على الانفرتر. طيب عشان نعمل كنترول على الانفرتر ده من خلال التحكم في الجيتس بتاعت الترانزستورز ومنها التحكم في قيمة الاوتبوت اللي خارج. طيب بتحكم في الجيتس دي ازاي؟ هنتكلم على ما يسمى بالفولتج كنترول، التحكم في الجهد اللي داخل على الجيتس. عندنا طريقتين هناخدهم كمثال، طبعا في طرق اخرى. الطريقة الاولى بنسميها المالتيبل بالس ويدث ميديوليشن، الطريقة التانية سينوسويدال بالس ويدث ميديوليشن. طريقة المالتيبل بالس ويدث ميديوليشن بتعتمد ان احنا عشان نفهمها هنلاقي عندنا ثلاثة ويف فورم ظاهرين قصادنا. اول ويف فورم هنضعها في الاخر، بس عشان نفهم دور الويف فورم اللي ظاهرة فوق نجي هنبص هنلاقي عندنا الجيتس بتاعت اتنين سويتشز بتاعت اتنين ترانزستورز، جيت واحد وجيت اربعة، وتحت الجيتس دي عندنا الجهد بتاع الاوتبوت. فواضح ان الجيتس جيت واحد وجيت اربعة بتتحكم في السويتشز، ومنها من تحكمها في السويتشز تعرف تتحكم في قيمة الاوتبوت. يبقى زي ما هو واضح ان الجيتس بتتحكم في الترانزستورز اللي بتتحكم في الخارج. طيب مهمتي بقى ازاي اتحكم في الجيتس دي، ازاي ادخل لها اشاره اتحكم فيها. يبقى هو ده دور الويف فورم الاولى اللي هو الفولتج كنترول، ان التحكم في الجيتس اللي داخله تحت. يبقى انا الويف فورم الاولى هو عمليه الكنترول على الجيتس بتاعت ترانزستورز، ومنها الجيتس دي بتتحكم في ترانزستورز اللي بتتحكم لي في الاوت. طيب بتحكم ازاي؟ بدخل اتنين ويفز. الويف الاولى بنسميها الكارير سيجنال. كارير سيجنال واخده شكل تريانجلر زي ما واضح، اللي هي بالشكل المثلث اللي انا بتقل عليها بالاصفر دلوقتي، واخده شكل مثلثي، والشكل ده بيبقى الفتره شكله موجب وفتره تانية شكله سالب. عندنا غير الكارير فريكونسي عندنا حاجه تانية بنسميها ريفرنس سيجنال، اللي هي جهد الريفرنس. وهنلاقي ريفرنس سيجنال هنا واحنا واخدينه على شكل خط. طيب اللي بيحصل ايه؟ الكنترول بتاعنا بيتعامل ان هو بيقوم بالمقارنة ما بين الكارير سيجنال وما بين الريفرنس سيجنال. فاذا كان الكارير سيجنال اعلى من الريفرنس زي الجزء الاول مش هيدخل بلس على الجيت، مش هيبقى فيه بلس على الجيت. اما اذا كان الريفرنس اعلى من الكارير ساعتها هيطلع بلس على الجيت زي ما هو واضح في الحتة دي. فنيجي وبعد كده لما نيجي تاني نلاقي ان الجزء الاصفر بقى اعلى من الجزء الاحمر اللي هو الكارير بقى اعلى من الريفرنس، رجع البلس على الجيت اختفت. وبعد كده لما نزل تاني ابتدت البلس تظهر تاني، وبتستمر العملية دي بالتكرار. يبقى بناء على الاتنين سيجنالز اللي انا بدخلهم دول وابتدي اعمل مقارنة ما بينهم، comparison ما بينهم، بيبتدي يطلع لي pulses على الجيتس. البالسز اللي على الجيتس دي بلاقيها بتشغل لي الترانزستور وقت ما بتشتغل، وبتفصل لي الترانزستور وقت ما بتفصل. فبالتالي شكل الاوتبوت بيطلع بناء على ادخال البالس دي. يبقى هنا قدرنا نتحكم عن طريق استخدام reference signal و carrier signal. كارير عبارة عن triangular wave وreference signal كانت مقدارها ثابت. الطريقة دي لو لاحظنا ان عرض البالسز متساوي، عشان كده بيتسمى احيانا uniform pulse width modulation. طيب انا كده مشكلتي ان ما زلت الخارج بتاعي مقارب جدا لشكل السكوير ويف. صحيح انا اقدر اغير المقدار بتاعه، وبغير المقدار بتاعه ازاي؟ ان بغير في قيمة الريفرنس. كل ما هغير في مقدار الريفرنس ان انا اعليه لفوق او انا اقلله لتحت، هلاقي ان عرض البالسز دي بيتغير، يا اما بيزيد او بيقل. ولما عرض البالسز دي يتغير بيزيد او يقل، تالي جهد الافريج اللي خارج قيمته هتتغير، والار ام اس اللي خارج قيمته هتتغير. طيب النقطة الاهم ان هنا مازال الجهد البالسز متساوية، فبالتالي الخارج ابعد ما يكون عن الساين ويف. عشان نحل المشكلة دي لجأنا إلى الطريقة اللي هنقولها دلوقتي اللي هي الساينوسويدال
بالس ويدث ميديوليشن. اخر طريقه اللي هي السينوسويدال بالس ويدث ميديوليشن، الطريقه دي بتعتمد ان انا بستخدم الريفرنس سيجنال بتاعتي على شكل ساين ويف زي ما بتقل عليها باللون الاحمر. فالريفرنس سيجنال لما استخدمها على شكل ساين ويف، بينما الكارير سيجنال بتبقى زي ما هي على شكل تريانجلر ويف زي ما واضح. ادي كارير سيجنال على شكل تريانجلر ويف. فبالمقارنه زي المره اللي فاتت هنلاقي عندنا اتنين ريفرنس سيجنال، واحده للجيت رقم واحد وواحده للجيت رقم اتنين. احنا هنتعامل مع الجيت رقم واحد لشرح المثال. فهنلاقي ان تريانجلر سيجنال لما بقارنها بالريفرنس سيجنال في الوقت اللي الكارير كان اعلى من الريفرنس ما كانش عندي بلس على الجيت، اما في الوقت اللي الكارير بقى اقل من الريفرنس زي ما هو واضح في الفترة اللي انا بتقل عليها بالاصفر ابتدى يظهر عندي بلس على الجيت. وبتتكرر العملية دي بشكل تكراري لجيت واحد، وبيحصل زيها لجيت اربعة، بس جيت اربعة بتتعامل مع الريفرنس اللي تحت اللي هو الساين ويف اللي تحت بدلا من الساين ويف اللي فوق. طيب بناء عليه بنلاقي ان عندي جيت واحد ليه بالسز مش متساوية وجيت اتنين ليه بالسز مش متساوية. لما بنبص على الخارج هلاقي الخارج بتاعنا ابتدى يخرج لي شكل ان في البدايات الحاجة كان البالسز عرضها صغير ومتباعدة، وفي النهايات البالسز او في النص البالسز بقت تخينة ومتخربة. فده معناه ان الـ RMS بتاع الـ output هيكون اقرب ما يكون الى الساين ويف، وهو ده اللي احنا عايزينه. طيب ايه اهتمامنا بقى بسر الانفرتر؟ احنا قلنا انه كان ليه تطبيقات كتير زي الـ variable speed drives، زي الـ renewable transportation، الـ induction heating. احد التطبيقات اللي هنهتم بيها اللي هو الـ uninterruptible power supply او الـ UPS. ايه هو الـ Uninterruptible Power Supply او الـ UPS؟ بنقول هو بيعرف ان هو احد الاجهزة اللي بنستخدمها في توفير الطاقة او الكهرباء في حالة انفصال مصدر الرئيسي للكهرباء اللي هو الـ Main Input Power Source. لو حصل Failure فيه بيقوم الـ UPS بتوفير الكهرباء. طيب ازاي الـ UPS بيشتغل؟ عندنا نوعين من الـ UPS رئيسيين، طبعا في انواع اخرى لكن النوعين دول بيوضحوا لنا الفكر بتاع طريقة عمله. نوع اللي هو الاونلاين يو بي اس ونوع اللي هو الاوفلاين يو بي اس. عشان نفهم نوع الاونلاين والاوفلاين هنبدأ بالاوفلاين. بنقول في النوع ده الـ AC voltage او مصدر الكهرباء الرئيسي بيتم توصيله على اليو بي اس بالطريقة اللي احنا شايفينها. المصدر الرئيسي اللي هو المين الـ AC بيكون واصل عن طريق ريكتيفاير، اللي احنا فاكرين الريكتيفاير كان بياخد الـ AC يحوله الى DC. بعد كده طالما حولته DC الكهرباء بتخش على بطارية، البطارية دي بتتشحن اثناء ما في كهرباء عادية موجودة. بعد كده بنلاقي البطارية واصلة على انفرتر، الانفرتر ده بياخد الكهرباء DC بيحولها الى AC، وبعد كده بنلاقي الانفرتر واصل الى اللود عن طريق سويتش. طيب ازاي الدايرة دي بتشتغل؟ لو الكهرباء عندنا موجودة في الحالة العادية تبقى الكهرباء داخلة عادي رايحة الى اللود، والسويتش بيبقى مواصل بالكهرباء العادية. في نفس الوقت بتكون الكهرباء بتروح الى البطارية تشحنها، وبيكون بما ان الانفرتر مش واصل السويتش ده مش واصل، فبالتالي الجزئية دي ما بتكونش مكملة الكهرباء فيها، ويفضل البطارية مشحونة طول ما الكهرباء موجودة بشكل أساسي. طيب لو حصل إن الكهرباء جت اتقطعت فجأة، يبقى الكهرباء من فوق هتختفي. لما الكهرباء من فوق هتختفي السويتش بيحس، فبيبتدي ينقل من المصدر الرئيسي يروح إلى الـ UPS. في الحالة دي الـ UPS هيبتدي من خلال البطارية يبتدي يفرغ الكهرباء اللي موجودة فيها، يديها للإنفرتر، الإنفرتر هيحولها إلى AC ويدخلها الى اللود. يبقى من هنا نقدر نقول ان الاوفلاين هو كأنه بطارية حاطينها على جنب، البطارية دي بتتشحن طول ما الكهرباء موجودة.
اول ما الكهرباء بتفصل تبتدي البطارية المشحونة دي تتوصل بالمصدر الرئيسي بتاعنا اللي هو الحمل بتاعنا وتدي له كهرباء. طبعا النوع ده فيه عيب رئيسي، ان لازم الكهرباء تفصل وتاخد وقت عشان السويتش يتنقل من المصدر الرئيسي للمصدر بتاع اليو بي اس. طبعا اختلاف الوقت من العملية الانتقالية من ان انا انقل السويتش من المين الى اليو بي اس ده بياخد وقت، فممكن يكون بالنسبة لبعض اللودز الموضوع ده مقلق. عشان كده ظهر النوع التاني اللي هو بنسميه اونلاين يو بي اس. الاونلاين يو بي اس زي ما احنا شايفين مكوناته الرئيسية عندنا ريكتفاير، محول من اي سي الى دي سي، وده بيدخل على بطارية تتشحن، والبطارية بتدي دي سي انفرتر يحول من دي سي الى اي سي. لو احنا بصين هنلاقي ان عندنا اليو بي اس موجود جوه الدايرة بشكل اساسي، يعني الكهرباء بتدي اليو بي اس واليو بي اس بياخد يشحن البطارية وبعد كده يدي اللود. طيب الدايرة دي بتبقى موجودة طول الوقت سواء الكهرباء كانت موجودة ولا مش موجودة. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جينا درسنا، لو الكهرباء موجودة عندنا في الوضع العادي، الكهرباء كانت هتخش على اليو بي اس، البطارية هتبقى مشحونة وفي نفس الوقت بيغذي اللود، ده لو الكهرباء موجودة. اما لو حصل انقطاع مفاجئ في التيار ده معناه ان المصدر الرئيسي مش هيدخل كهرباء، بس بما ان البطارية لسه مشحونة ده معناه ان التيار هيفضل مستمر للسريان للود عن طريق البطارية. يبقى ايه الميزة في حالة اونلاين؟ ان انا ما عنديش سويتش لما الكهرباء تفصل ينقل من المصدر الرئيسي اليو بي اس، لا ده اليو بي اس واصل طول الوقت، عشان كده اسمه اونلاين. كده كده الكهرباء بتبقى جايه له طول الوقت وهو بيبقى بيشحن وبيغذي اللود طول الوقت، فبالتالي ما بيبقاش في عندي لو الكهرباء قطعت مش في عندي زمن فصل وتوصيل، وده بنستخدمه للفيري كريتيكال لودز اللي ما ينفعش تنفصل عنها الكهرباء نهائيا. شكرا.